اليوم غادي نتقاسموا معكم واحد الفيديو من قاع الخبير. إيه خصك ضروري ديروا اخويا محمد بارطاجي بارطاجي بارطاجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم. اليوم غادي نتقاسموا معكم واحد الفيديو من قاع الخبير الاخوان، شي حاجه الناس اللي عندها اهتمام بالضمين غادي تعرف علاش تنهضر. علاش تعرفوا علاش غادي نهضر في هذا الفيديو هذا. المهم دابا غادي نوريكم الطريقه باش دابا غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله ديال كيفاش اننا حنا كنحاله كيفاش تنوجدوا الكوادر فاش تيكون الشهد وكيفاش تنخدموا وكيفاش هنا. غادي نتقاسموا معكم عاوتاني فيديوهات ان شاء الله جاي الخير جاي لقدام ان شاء الله باذن الله. معنا الصديق ديالنا السي محمد المهم غادي يورينا الطريقه. حنا نقلبوا الكاميرا وتشوفوا كلشي بعينيكم. هادو هما الكوادر الاخوان تتشريهم هكا خاويين بلاصلك السي محمد. السلام عليكم الاخ الكريم، راه تيدير السلك. حنا درنا الطريقه عصريه شويه، هنا كانوا تيديروا المسامر هو تيدير الكرافوز. الكرافوز تيسهل عليك الخدمه وخدمه نقيه والكادر ما تيبقاش فيه هذاك المسمار خارج وتيديرونجيك في الاول فوقيت القلي كما تشوفوا الاخوان هانتوما. تقطع من بعد تركب ليه الطريقة ديال التركيب. حنا غادي نجمعو لكم بزوج، طريقة تركيب السلك وطريقة تركيب الشمع الأساس. هذا سميتو شمع الأساس، هذا بحال اللي قلتي تتنقص النص ديال الخدمة على النحل. ومن بعد راه إلا درتي ليه هكا الإخوان خصك هنا هذا الغرغار، هنا سميتو الغرغار، خصك ضروري أنك تعمرو بالشمع دايب باش أن هاد الشهد هادي ولا هاد الشمع إلا بنا النحل ما يهبطش بحال هكا ويطيح. شتي راه خرج من هنا. هادشي اللي كان الإخوان في هاد الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف. ولا عجبكم المحتوى اش غيديروا اخويا محمد؟ بارطاجي 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 وابينو ابينو ابينو ابونو. هكا تنديرو في جميع الكوادر تتسالي داكشي اللي عندك. دابا حنا عندنا الكمية هادي محدودة، قربنا نساليوها وهاد الكمية تنحتاجوها وغادي نقدوها. واحد تيقد الكوادر واحد تيقد الشمع، هادشي اللي كاين الإخوان. هادو راه قديناهم باش ندركو هادشي قبل ما تجي الشتا. من بعد ما كملنا تركيب الإطارات الشمعية أو شمع الأساس، وصل الدور اننا نضيفوهم صناديق النحل اللي محتاجه او الخليه اللي محتاجه لاطارات الاساس من اجل بناء جديد. هذه الطريقه هي الطريقه باش تنضيفوا اطارات الاساس. غيقول بعد صحيحه وغيقول بعد خاطئه.